الو، لا ما مشي الحال. يبدو اجيت لك حلا حميد. لك يا شريك، ليش هيك انت دائما بتحملها هيك زياده؟ خلص اترك لي اياها وانا اليوم بحكي معها. لك شو بدك تقول لها يعني؟ لعندها؟ لا لا، ما خرج روح لعندها بنوب. اخي معدتي مثل النار. روح انت ومين ما بدك، بالليل بنلتقي. باي. مثل ما بدك. يلا باي باي. هلا شو بدي اعمل بالمصيبه اللي انا فيها؟ شو بدك تعملي؟ ليكك ما أحلاكي ببيت أهلك معززة مكرمة، ولا بدك ياني رجعك لعند هذا الواطي لحتى يستوطي حياتك من أول وجديد؟ إيه بس أنا خايفة على أبي، لأنه صحته مو متحملة بنوم. لا تخافي، ما رح يصير له شيء. خير أمي؟ ليش هون أنت وولادك؟ حبيباتي خير؟ شو في؟ زوج الواطي ضرب قدامي، ما تحملت فضربته. انت عارفان حالك شو عم تحكي؟ انت عارفان حالك شو عملت؟ لك يا بنتي، اخوك طايش ما بيعرف وين مصلحتك، ليش لحتى تاخذيه لعندك على البيت؟ ماما هو كان واقف على الباب، زياد ما كان بده يفوت اصلا. بعدين مين معي انا يعني؟ اخي لايمتى بده يضل حارمني منكم؟ لا وفوق هاد مد ايده علي كمان. لا حول ولا قوة. شو هالقصة هي؟ يا بنتي بتعرفي أبوك قديش بيحبك، ما بيتمنى إنه ينخرب بيتك من شانه. أنا هلأ محتارة، إذا خبرته خايفة يصير له شيء لا سمح الله. ما رح نخبره هلأ، ليتحسن بفرجة الله. شو سهل الحكي؟ سعاد احكي مع أخوك يزن، خليه يجي لهون وأنت روح لعند أبوك. يلا تحرك. يلا ماما يلا. الو. اي حسام، وانا ما بدي احكي معكم. انتو يلي قللتوا من احترامي ونسيتوا الرفقه. طيب باعتباركم جايين يعني ما رح اقلعكم. بانتظاركم. سلام. ماما شو في؟ ما في شيء ماما، حسام والشباب جايين لعنا. ايه اهلا وسهلا، بس ما بدك تقولي شو صاير معك؟ ما في شيء ماما، صارت مشكله معهم وتضايقت منهم، هن مشان هيك جايين. طيب احكي لي حبيبتي، بترتاحي؟ عملوا معي شغله ما توقعتها ابدا. لا والابشع من هيك انه السيد سامر مقرر يسافر، قاطع التيكت ومجهز اموره ولا كانه في حدا. ما فهمت عليكي شيء على فكره. وبعدين هي قصه السفر، كل هالشباب عم تسافر عادي. ما بعرف ماما، يبدو إنه في كتير شغلات ما بنفهمها لحتى تصير، وبس تصير بيكون ما بدنا نصدقها. ماما أنت في شي بينك وبين سامر؟ ماما سامر شاب كتير لطيف، ما
ما في أزرف منه وأصدق منه، بس مشكلته إنه كتوم، كتوم لدرجة بتقتلك، ما فيك تتحمليه. روقي حبيبتي روقي، يبدو ما حدا مرتاح. مرحبا يا حلوين، كيفك اختي؟ اهلين يا زلمة. شلونك يا خالو؟ شو خير؟ رب لا يكون عنا على اساس رايح عند الاولاد على البيت. يا زلمة بعدين بحكي لك، بس عاوزتك شوي، تعال معي. ايه يلا يلا. خير اختي، شوفي شغلتيلي بالي. من وين دبرت مصاري للمشفى؟ دبر واختي تدبر والحمد لله. هلا انت شو بدك بهي القصة؟ صاير شي بينك وبين جوزك؟ يا زلمة ليك حبيبي، خد هدول بيعهم، اكيد رح يلزمك مصاريف كتير. اختي عم قلي خلص خليهم معك، انا تيسرت اموري وصار معي قدهم وزياده الحمد لله، شو بدك بهي القصه؟ بس انا رح اكون كتير مبسوطه اذا بتخلوني اشارك معكم بالحمل. شبك يا زن؟ انا سعاد ولو؟ بالله سعاد. شو نسيت حالك انك ما كنت تتحرك من دون ما تشاورني؟ خدهم حبيبي الله يوفقك. هلا انا بدي افهم شغله واحده بس، جايه انت ولادك مشان الذهب ولا مشان شو؟ لا مو هيك القصه، بس صار في مشكله مع حسن. خير شو صاير؟ تعي احكي لي لشو؟ تعي يلا. تحياتي يا باشا. اهلا 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 سيد نوار، تذكرتك انت ما بتنسى، بس ما عم اربط الاسم مع الشكل. ان شاء الله هلا نربطه. ولا يهمك، تفضل تفضل. مضر شرف سيدي، الدنيا عم تاخذنا وتجيبنا، وبصراحه الذاكره صارت مش ولا ابو. اي سيد نوار، تحب نحكي هلا ولا لحتى تاخذ نفس؟ بالمناسبه اسمع لي صوت هالشاب ما احلاه، هذا انا شغلته هون من جديد. المطعم لحضرتك؟ المطعم؟ ايه ان شاء الله قريبا. ايه ما قلت لي بتحب نحكي؟ بالمناسبه قبل ما نحكي، ثيابك بيطيروا العقل، هدول من هون ولا من برا؟ نسيت انا، نسيت نسيت، انتوا الصحفيين ما بتجيبوا ثيابكم الا من برا. ايه سيدي تفضل عم اسمعك. بصراحه عندي مشكله صغيره، واحدة من الصحفيات اللي بتعاملوا مع مكتبي بعتت عدة مقالات من فترة، وأنا بالعادة بصلح وبنقح يعني، وببعتهم على المكتب الفني، وهنن بدورهم ببعتوهم على الجرائد والمجلات طبعا مثل ما أنا بقول لهم. المهم من فترة هاي الصبية بعتت 3 مقالات ونسيت تحط اسم عليهم، وأنا بصراحة ما انتبهت، وعادة المقال بيكون عليه اسم بينشروا باسمه. طبعا نحن خبرناها هذا الشيء، لكن هي اتهمتنا بالسرقة والنصب والاحتيال، ونزلت بيانات وبوستات على الفيسبوك، وشو بدي اقول لك؟ يعني ناس بلا اصل. تخيل بينسوا الخبز والملح والخدمات اللي مقدم لهم اياها، لك عم ندفع لهم مبالغ بيحلموا فيها. وبالنهاية نطلع حرامية ونتبهدل. عناد! يا عناد! مرني يا باشا. شف لي الأستاذ شو بيشرب، بعدين ما عم تسأل عنا بنوبة؟ وروح اهمس له لصافي، قل له يسمعنا أغنية جفنه علم الغزل. على عيني معلم. أمرني أستاذ شو بتشرب؟ سادة لو سمحت. من عيون بالإذن. إيه أستاذ، فهمت علي شو قصدي؟ مرة بتقلي أستاذ، مرة بتقلي يا سيد. أخي بشان الله قلي سعد هاف. لا يا باشا العفو، مو قصدي أكيد يعني، بس القصة ملبكتني شوي. بتلبك والله، هي القصة بتلبك فأنا، بس بالمناسبة طلعت من تمك كلمة يا باشا بتاخذ العقل. سيدي خلينا بالمهم، شوف يا سيد نوار، إذا بدك يعني خرسها للبنت عن طريق التهديد والوعيد، فصدقني أنت بتكون دقيت الباب الغلط. أنا هاي التصرفات ما بتصرفها بنوب ولا بتناسبني. ولا أنا بحب هذا الأسلوب ولا هيك قصدي أبداً يا باشا. أنا بصراحة طلبت لقائك لأنه حضرتك لما كنا عند الأخ عبد المعين ذكرت أنك بتعرف شاب بيقدر يدخل على أي موقع من المواقع الإلكترونية وبسهولة. برافو عليك، ذاكرتك قوية. عم تسمع؟ إيه معك. قصدي صوت الشاب.
طبعا عم بسمع. هلا فهمت عليك، بدك تدخل على الايميل مو هيك؟ بالضبط. ايه سهله هي، سهله. فهمت عليك، بدك تمسح الامور تبع اللبس والقصاص، قصدي مثل ما بيقولوا المثقفين يعني بالالتباس. ايه سيدي، المطلوب منك هو انك تجمع لي رقم موبايلك، صفحتها على الفيسبوك والايميل وكل شيء بتعرفه عنها. حاضر يا باشا، من عيوني خلال ساعه كل شيء بيكون عندك. ممكن ابعث لك اياهم على الواتس؟ على الواتس؟ ايه معلش طبعا. طيب هي القصه قد ايه بتاخد وقت؟ بتاخد يعني اخي هاي الليله انطور مني التليفون. السؤال الاخير يا باشا، معلش تحملني، هاي العمليه شو بتكلفني؟ سامع يا مديحه، العمليه فورا سلخت اسم عمليه. استاذ نوار، هاي الشغله بسيطه كتير ومو مستاهله، اعتبرها هديه تعارفنا من جديد. كتر خيرك يا باشا. حسن كيفك؟ العمل جاي وبكل عين وقحة بعد اللي عمله أخوك؟ أختك وطلقتها، يعني ما عاد لك عندي شيء، يعني أقوى مع دواليبك. شو ما عم تسمع؟ لا يا حسن لا، مو مستهلك لهالقد. بعدين أختي بتكون مرتك وأنا خال ولادك، إحنا عشرة عمر يا حسن. والبنت خافت على أبوها وراحت لعنده، وين الغلط؟ أخي اعتبرنا نحن غلطانين وطالبين منك السماح، منيح؟ هي بتعرف اني حالف عليها يمين الطلاق، يعني مو انا اللي طلقتها، هي طلقت حالها بايدها وقد كسرت كلامي. روح عمي روح. حسن، اولادك ما فكرت فيهم؟ هيك بتهون عليك العشره؟ لا تتعب حالك وتتعبني. وانا اخوك ماني نسيان له اياها، يعني رح يجي يوم رح يفوت على البيت محمل. بقى روح وكفيني شرك، الله يرضى عليك. مع تقصير من الشباب بتعرفي انه انا ما دخلني فيه ومفهمنا غلط. حبيبتي شو رايك نتركن لحالهم؟ انتوا خذوا راحتكم، البيت بيتكم. الله على راسي. شكرا. ايه شو هالاهل هدول؟ قديش شايف انا ابهات وامهات مثل اهلك ما شفت، محترمين. شكرا. هلا اول شيء يزن بيعتذر لأنه صار عنده ظرف، فممكن يدقلك بأي لحظة. وسامر بتعرفي إنه مشكلته مع معدته، كل ما تضايق بتمسك عليه. خلصنا أم الرور، شبك هيك القعدة وقال ببوزك فرديها. هي القصة ما فيها مزح، فياريت ما تعاملني كأني عم بالغ بردة فعلي مثل المراهقين. لا عم تبالغي ولا شيء، حقك بدك تزعلي زعلي، بس نحنا بس قلنا بسم الله، قعدنا وحكينا بالفكرة، وأكبر دليل إنه نحنا بدنا إياكي معنا، إنه حطيناكي بالصورة. هي هي المشكلة، إنكم اجتمعتوا وما فكرتوا إنه أنا لازم أكون موجودة. لا ريهام، لا حدا فكر هيك ولا حدا قال هيك. بعدين أنت هيك عم تظلمينا. اسمعي خيطون من الآخر، نحنا هذا المشروع ما رح نمشي فيه ولا خطوة إذا ما كانت خطواتك أنت سابقتنا. هذا بديهي ريهامي، هذا بديهي. طيب سامحتكم. يا عيني ما أحلاكي وما أسلسك، هذا هو الحكي. خلص معناها رح تروحي تحضري معنا الاجتماع التأسيسي الأول، وبيكون إجا يزن وسامر. وليش بده يجي أستاذ سامر مع أساس ناوي يسافر؟ والله طالما سامر هون فهو واحد أساسي بيناتنا. يلا هلأ شو رأيك تروحي معنا؟ لا خلص روحوا انتوا سبقوني، هلا بقلو لبابا يوصلني. ايه ما في مشكله، بس المهم انك ما تتاخري علينا. لا ما رح طول، فورا وراكم. يلا باي باي باي. مين يخرب بيتك بكير يا شباب، وين رايحين؟ ان شاء الله هيك بيتكون عامر، بس يعني نحن عنا شويه اشغال وقصص. يلا الله معكم. بالاذن، مع السلامه. راحوا
تحب تطلع ولا اتركك براحتك مع موبايلك؟ لا بطلع، يبدو انه راح. شو هو اللي راح؟ الوقت. تعال نشوف ريان. تعال. هات لشوف. اللي شو صار معك؟ أنا صرت جوا الإيميل يا باشا وعم بتمشور فيه، شو بتمرني أعمل؟ انسخ لي كل شي فيه على فلاشة وبعت لي الباسورد اللي فتت فيه على الإيميل. حاضر، فورا. يلا بسرعة. تحياتي سيد نوار، طرقاتك سالكة إن شاء الله. راح أبعت لك الباسورد وأنت تصرف. لا لا، ما بدها لا شكر ولا شيء، هي خدمة صغيرة. مع السلامة. مع السلامة. آخ، وجع هالرجلين هلكني. قالي عرفانة شو بدي ساوي. أنا بعرف شو ساوي. بكرة إن شاء الله بعمل لك خلطة بترتاحي عليها كتير. دخيلك أنت وخلطاتك. هلأ المهم ترجعي على بيتك. شو أمي؟ طمني شو صار معك؟ معاق اليابس. ما بعرف شلون ضرب على قلبنا وعطينا إياها بوقتها. والله أبوه كان فهمان وعقله كبير ومنفتح. شلون بيجي ابنه هيك؟ ماني فهمانة. هلأ شو بدنا بيها الحكي؟ نصيب أختك هيك، يلي صار صار، ما قلت لنا شو صار. مزعوج، ما عم يرضى يتحاكى. ما بعرف، خلص تركيها كام يوم نشوف شو الله بيسر معنا. إيه بس نحن خايفين على أبي، يعني يومين وبيطلع من المشفى. طيب شو بدنا نقول له؟ سعاد أنت خليكي بهذا البرغل اللي بين إيديك وأنا بعرف بتصرف مع أبوكي. كيف يعني؟ شو بدك تقول له؟ أمي طولي بالك، بقول له حسن عطاها إذن تجي لعنا تزور كام يوم. شو هالحكي هاد؟ إيه ولد صغير ما بيصدقه. أمي خلص بحلها أنا، أنت لا تاكلي هم، أنا بدي روح عندي مشوار وبعدين بكمل عند أبي على المشفى. بدكم شي؟ يلا خاطركم. الله معك. وكيف أقنعت لريهان؟ ضلت مصرة لحتى اعترفت لها إنه ظنها وتفكيرها بمحله. وخيه خلاص نحن غلطانين ومنك السماح وقلبينا الصفحة. خارق الفيلم. أخي هدول كوريين شغلة عظيمة. خارق. أبو شلشة. إيه رامي؟ شو وينك؟ كأنك مو بالبيت. أنا شو بحب فيكي؟ أنك أذكى بنوتة بالعالم، أكيد ماني بالبيت. أنا عند حسام هلأ، جينا من عند ريان. شو كنت عم تعمل عندها بهذا الوقت؟ في أخبار حلوة كتير كتير، بس شوفك بحكي لك. لا هلأ بدك تحكي لي، أنت شو عم تعمل عندها؟ نادين شبك، شو صار لك؟ تعرفيني ما بحب أحكي على التليفون، أصلاً حياتي معك كلها صايرة تليفون بتليفون. خلص بس شوفك بحكي لك. إيه. لأنه حضرتك كتير فاضي تشوفني وتحكي معي، مو هي؟ ماشي ماشي رامي، خلص يلا روح، بالناقص هزت بدن أصلاً. الله معك. أنت حط حالك محلها بالأول بتصير بتشوف صح. أخي إحساسك مو دقيق. أحياناً بحسها بتشوفني مثلي مثل أي واحد فيكم. وأنا أحياناً بحسك يا غبي يا بتحب تتغاب علينا. شو رأيك أستاذ إنه كل حركة ريهام وزعلتها لأنه عرفت إنك أنت رح تسافر عملتها فشت خلق فينا؟ وإلك شو؟ يعني وحدة إلا ناطرتك سنين عشان تقول لها كلمة وحدة تجي بتقول لها أنا مسافر ودعيني. شو متوقع منها؟ أنت حط حالك محلها بالأول بتصير بتشوف صح. شو؟ ليه ساكي؟ شو هذا يا زلمه اللي خلوك ليش ليه ما عم تفتح الباب؟ ليكك واقف افتح الباب، هذا اكيد يا زلمه.
هزوني. أخي أنا هدوتني ما بقى أقعد معه لحالي. ليش شوفي؟ مقتين؟ دايماً دموع 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 ترارا. مرحبا يا كابر. الله حيو. حيو شريك. الله حيو. يا أخي والله ما بفهمه. بدك ضل مفزلك في شيء بمخك؟ حدا بيعمل كافيتيريا بحديقة؟ بعدين أنت حاسب حساب التكلفة؟ والله حاسب كل شيء. يا شباب ركزوا معي، هدول المحلين أجارهم بالميتة بالشهر 600,000، يعني بالسنة 7,200,000، 10 سنين 72,000,000، معناها الحديقة أرخص. شو هالذكاء يا أستاذ حسام؟ هدول بدك تدفعهم بالتقسيط، يعني مقدور عليهم. هيك مبلغ من وين بدك تجيبه دفعة واحدة؟ أي أنا أكون بدالك على هالجواب بدفن حالي. تفضل جاوب. يا شباب أنتوا بس آمنوا معي بالفكرة والحلول كلها رح تطلع بوقتها شوي شوي. يعني أنا حسبت كل شيء والقصة كلها بعضها ما رح تكلفنا أكثر من 25,000,000. حسام يعني بدك تبلش بكافيتيريا من الصفر وتكون هيك تكلفتها؟ المطبخ لحاله هديك الحسبة، لا تحلم. بلشتي تفوتي على اختصاص بس معلشي بس معها حق، لأنه المطبخ مكلف جدا. بس نلاقي حل، مثلا يا بدنا نحاكي أبو تحسين نشوف مع الدق. لا والله منحاكي هذا صاحبك وائل الدهان تبع خزاف وما خزاف وحركات. ولك يا عيني عليك يا أبو الريم، ها؟ هاي أول واحد بلش يأمن بالمشروع يقبضه جد وبلش يلاقي حلول. طيب ويا أبو الحلول، شلون بدك تعملنا بناء حلو ومرتب مثل هالوش الحلو بالمبلغ اللي حضرتك ذكرته؟ إعادة تدوير، يعني ريسايكلينج، يعني نستخدم الشغلات المستخدمة من قبل مع شوية ألوان ودهان وفرش حلو رح تطلع الكافتيريا بتجنن. والله هذا الحكي على عيني. يعني نحن هلا صار فينا نعمل كل امورنا وقصصنا، الفرش والقعدة والقصاص، من اعاده تدوير اللي هي حلو. معناتها ما بقي غير نشوف الحديقه. ولك شفتها وبتاخذ العقل. ان شاء الله. الف 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 مبروك استاذ حسام، حلوه القرارات اللي عم ياخذها. يا رب بس لازمنا على الافتتاح مشان نجيب لك بوكي ورد. لك والله يا شباب لسه مو هيك ابدا، وهي الحدايق كلها قدامكم يا سيدي. وأنا واثق بكرة بس يطلع عمي أبو يزن إن شاء الله بخير وسلامة من العملية ونطمن عليه، رح أخذكم بسيارتي ونبرم كل الحدايق، وأنا واثق إنه رح تختاروا نفس الحديقة. أنا بثق فيك فنان. ولك أنت أحلى طباخ. خلاص أخي أنا موافق، بعد ما نشوفها كلياتنا طبعا. يا رب أنت تعافي يا رب. طولي بالك يا أمي، طولي بالك. عم يقولوا العملية إن شاء الله سهلة. مرحبا خالي. مرحبا يا سالة. مرحبا. شو طمنونا؟ والله ما بعرف، يعني مثلي مثلكم، عم يقولوا القصة بدها وقت. إن شاء الله خير، دعولوا. يلا إن شاء الله، إن شاء الله بيقوم بالسلامة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وينك لهلأ؟ ليش طافي موبايلك؟ جددنا القهوة مرتين. والله ما أنا بكل الليل، بس هلا ارتحت. بدك احكي؟ صاير شيء جديد معك؟ مش مبين علي؟ هلا صار فيك ترد عليها الست ريهام رد ناري وكاسح، انه هي مو بس مدعيه وبدها تنشهر على كتاف اساتذتها وتسيء لهم. ومن هذا الحكي بالاخير لا تنسي تقولي انه رح نرفع عليها قضيه قدح وذم وتشهير، فهمتي؟ طيب فهمني شو صار؟ شو عملت لحتى بدنا نرد بهالطريقه؟ ولا شيء، مسحت الدليل. معلش نبهك على شغلة، الموضوع بخص أمها وأبوها، يعني بده يتصعد الموضوع أكيد. رح يشهدوا معها؟ طبيعي، طبيعي كتير، بس شهادتهم رح تكون ضدها أكثر بكتير ما تكون لمصلحتها. حتى المحامي صديق لعائلة، يعني أنا دارسها من كل الجوانب. فلا تخافي، عملي مثل ما عم قلك وبس. حاضر معلم.
أنا آسف على اللي صار مبارح. بسيطة، مو وقته هذا الحديث. أهم شيء هلأ تركز على سفرتك. موفق، وبتمنى إذا بدنا نكمل شغل مع بعض ما بقى تنفتح هاي السيرة. الحمد لله على سلامته. بس فاقة من البنج ونقلوه على الغرفة فيكم تشوفها. الحمد لله. الحمد لله يا رب. دكتورة، ما بنعرف كيف بدنا نشكرك وحياك الله. لا ولا ولا يهمك، هي شغلتي. عن إذنكم. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الحمد لله. يا رب يا رب. يا زن. شباب، شو جايبك لهون؟ خدني عند بابا بدي اشوف. شو خدني؟ بابا عمل عمليته وصار منيح الحمد لله. احملي حالك وروحي على البيت مشان ما اكون بقصة نصير بقصة ثانية. الله يرضى عليك. يا زن شو عم تحكي أنت؟ لك أنا اتطلقت منه مشان بابا، بتقلي رجعي على بيتك؟ أنا ما عم بحكي مشانه، عم بحكي مشان أبوكي. بكون بقصة شبكية، إذا شافك بصير بقلب مفتوح. احملي حالك وروحي على البيت، الله يوفقك. عم قلك. طيب خلص خلص خلص، رايحة. يلا تيسري. يا زن الله يخليك، بدير بالك على أبوك ماشي؟ يا أختي خلص، أنت قلتي أبي بعيوني هاد، روحي تيسري أنت على البيت بقى. تبقى طمني عليه. يلا روحي. ما بدك تشوف البوست؟ شفته. شو بدك نعمل هلا؟ تواصلي مع كل حدا بتعامل مع الجريدة وخلي الكل يعلق ويشير، وأي حدا بتشوفيه ما علق أو شير خبريني عنه. ماشي. وصيلك على القهوة؟ لا لا، لسه ما خلصت. هباهي. لك أنا اشتهيت، لك اشتهيت، قد صلي بعرفك، اشتهيت تاخذ لك دق مني. هلا لا تنغرب حالك كثير. لك يا أبو أيمن، صدقي المثل، الجمل ما بشوف حردبته. بعدين دخيلك شو طلع لي من هالجامعة غير إني تورطت بصداقتك؟ تورطت؟ صحيح. شو بدي لك؟ حسام خجلان منك لأنه ما حسنوا يأخذ المحلين. بالعكس أخي أبو أيمن، أنا بدي الأفضل لإلهم. لولا المستثمر القديم يمكن كان مش الحال. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك حبيبتي. مدام أي شيء بتحتاجي حاكيني. إيه شكرا لك. ألف الحمد لله على سلامته يا أمي. بابا الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. إن شاء الله ما بنزوركم إلا بالأفراح. الله يسلمكم يا رب. الله يحميكم. ما بعرف كيف بدنا نتشكركم على الشيء اللي عملتوه معنا والله. لك أمي لا تخرجيهم للشباب، خلص إلا ما يجي يوم بنرد لهم إياها. الشيء اللي عملوه معنا ما بينرد ولا بينتسى. القصة مو قصة مصاري. الله يحميكم والله يخلي لكم شبابكم. ولو خالي نحن شو عملنا؟ هذا أقل شيء ممكن نعمله. لا تفتحوا لنا ياها بيت فستو. خلص، المهم الزلمة عمل عمليته وطلع بألف خير وسلامة. خلصت. مرحبا فنان الكبير، أنا كتير معجبة بأعمالك وفيك. أهلا وسهلا يا أميرة، كلك ذوق. طيب إمتى فيني أشوفك أستاذ؟ أنا حابة نلتقي، بتقدر؟ إيه طبعا بقدر. تعي شوفي شو ردين جماعة المكتب. ورجيني العمى شكل القصة كبرت. ايش بدنا نعمل؟ نحكي مع لؤي نشوف.
شو رايكم بالحديقه؟ ما قلتوا لي. والله شكلها لهلا ظريفه، يعني هو نظيف، اقل شيء بعيده عن الضجه والقرف والسيارات والله عزيزي شو عم تخيل فيها هيك كافيتيريا؟ والله فكره حلوه والمكان عن جد حلو. طيب شو لازم هلا نعمل؟ والله انا رح بلش من اليوم بالتصميم. كفو لك، لا توصوا غبوني رح يقتلوني، غبوني. عم مين هن؟ ليكن بدهم ياخذوني، بدهم يعتقلوني. ليكن بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى عمرو، ما في حدا غيرنا، يعني ما في حدا غيرنا. مين انتو؟ نحن اصدقائك. اصدقاء؟ ابدا، انتم غرباء، غرباء عن هذه المجرة. سأبني سورا من المحبة. ابتعدوا. الو. اي ماما. طيب يلا، جاي الله معك. في اللي مستغربوا، ليش ما خبرتوني المره الماضيه لما كنت عندكم بقصه ريهام والمقالات؟ والله فكرتك بتعرف، ما هو مطروش على الفيسبوك. عادل صحصح معي شوي، عم تتعامل مع الموضوع باستخفاف. انت بتعرف اني انا ما بفتح فيس الا نادرا. الموضوع ما انه لعبي وممكن يكون خطير كمان. اوف، يعني سرقوا مقالاتها وهي كتبت على الفيسبوك، وين الخطورة؟ بس مو هيك بتنحل المسائل. ببساطة بنجيب الإثباتات اللي عنا وبنرفع دعوة رسمية، هذا الصح. بس هلأ ضاعت الطاسة، كتبت وهن نردوا وما عاد نعرف لوين ممكن نوصل. طيب هلأ شو فينا نعمل يعني؟ لتوصل ريهام نعرف. يسلموا. بابا حبيبي، شبك يا عمري. بابا شبك؟ شوفي، اجوا اثنين، ثلاثة، أربعة، لا أكثر، خمسة، ستة، كتار، اجوا على الحديقة. طيب شو بهم؟ اجوا بدهم يعتقلوها، بس أنا ما رح أسمح لهم، لأني حارس الكون، حارس المجرة. طيب يا عمري ما رح نسمح لهم، قوم نروح على البيت هلا. رح تساعديني؟ ها؟ ايه، لأن بنتي نهلة. ايه صح. رح تساعديني؟ يلا قوم نروح على البيت. يلا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.